لا يمكن فصل القهر السياسي عن القهر الاقتصادي، عن القهر الجنسي، عن القهر التاريخي، عن القهر الفلسفي، عن القهر الديني اللي وقع على النساء والفقراء والعبيد. أنا ليا نقد شوية عن تركيز العالم على العنف ضد المرأة كده. العالم كله دايما يفصل عنف المرأة عن العنف الموجود في العالم. نحن نعيش في عالم عنيف، عالم عنيف طبقيا، أبويا، ذكوريا، استعماريا، رأسماليا، عالم عنيف. كل يوم بتشوف الدماء والقتل باسم الدين، باسم السياسة، باسم الاقتصاد، قتل كل يوم، قتل نساء. طبعا ضحايا القتل النساء والأطفال، لأن هم الأضعف والفقراء، الأغنياء بيبقوا فوق محميين. ولكن نحن نعيش في عالم قائم على العنف، لأنه قائم على القوة وليس على العدل. فموضوع العنف ضد المرأة لابد أن يربط، وده مهم جدا، علاقة الربط، الإبداع والربط. ما الفرق بين الإبداع وعدم الإبداع؟ الإبداع هو الربط بين المجالات. أنا طبيب وتخرجت من الطب، إيه اللي يخليني أتكلم في الأديان وفي السياسة وفي الاقتصاد؟ لابد، لا يمكن فهم قضية العنف ضد المرأة أو القهر دون أن نربط بين كل هذه المجالات. ولذلك لما تخرجت من الطب قعدت أعيد دراسة أقرأ تاريخ، لأن لما نقرأ تاريخ نعرف إزاي العنف جاء ضد النساء في التاريخ. مش كان عندنا الإلهة إيزيس، إلهة الحكمة والمعرفة، والإلهة معاد، إلهة العدل، راحوا فين؟ حتى حواء كانت إلهة المعرفة، أين ذهبت وتحولت من إلهة المعرفة التي سبقت زوجها آدم في الأكل من شجرة المعرفة إلى بقت ترمز إلى الشيطان وإلى الخطيئة وإلى الدنس؟ إذا هو ده العنف، بدأ ضد المرأة منذ ذلك التاريخ، منذ سقوط الأمهات والنساء والحكيمات.